اليوم لأول مرة حابة أجرب البراو سوب. الطريقة كتير سهلة. أول إشي بتفتحي العلبة، بترشي ستينج سبراي، بعدين بتحركي الفرشاي على الواكس، بعدين بتبلشي تمشطي حواجبك لفوق. ضلي تمشطيهم لفوق لما تحسي المنظر عاجبك. تقدري كمان تمشطيهم لتحت وترجعي ترفعيهم لفوق عشان كل الشعرات يجي عليها واكس. بعدين بتلفي الفرشاي وبتستعملي الجهة الخشب منها لتثبتي الشعر منيح. هلا هاي الطريقة حسيت لبطت لي شوي الشعر، بس هي بتوقفه كتير منيح، بس أنا حبيت أرجع كمان مرة بفرشاية مسكارا نظيفة ما في عليها ولا شي، وأرجع أحركهم شوي أحسهم هيك أكتر طبيعيات. بعدين براس الفرشاي بتعملي خاط لآخر الحاجب، يعني هيك بتنزلي راسهم عشان ما يضلش الشعر منتش لفوق، وهذا هو. حسيت المنظر حلو هيك، رفع لي حاجبي اكثر من الجهه الثانيه. شوفوا كيف بين كتير رافع ومرتب. راح اعمل الجهه الثانيه هلا. مش عارفه انا حبيتها، حسيتها بترفع لي كتير حواجبي، بتخملهم وبترتبهم. احكوا لي بالكومنتس تحت ايش رايكم بالموضوع، اذا حبيتوا هاي الطريقه او بتحبوا الطريقه العاديه برسم الحواجب. راح اعبيهم شوي بقلم بريسايسلي وهذا هو. واذا بدك كمان تقدري كمان تستعملي مسكاره حواجب لتعبي الحواجب منيح نفس هاي. وبس ايش رايكم احكوا لي.